السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير. ما ظني حد ناس أبوي. والله يبوك الناس تحرق، حد راس في لندن فليت. لا إله إلا الله، تحيو كل يوم يوم أصور لكم القط، حد على الأقل يتنسخ يمشي يتغضن يمشي ويسح ترويلات يمشي أنا أبوه اليوم ما بلا بلاد الضباب، بلاد الصخة والهدوء. لا حتى النواطير رقود. صبر جميل بالله المستعان. يا رب البيت والحرم، يا رب تلطف ابنه، تصبح الدنيا هالنمونه في مكان. يا هاي يوم يقول لك يا من امسى فقير واصبح غني. بلاد من عقب ما هي الضي ضيف من العرب تغوش حين ما فيها نفاخ الضب. يا الله يا هذه وحدة، بس وحدة، لا فراسة بعد، لا فراسة أضدنيها. هاي البارحة رقدت من وقت راس يعورها ولا محموم ولا شيات، وما وحالها ما أو مسبحة بتسوي شعرها. ونشت الله يحفظكم. وأنا هلا بتطيح شوي على الشبرية، ورقدت سمتن وحدة ونشت الصبح، فاتها ابوي المز والغزل. لا هي اللي سهرت ونشت ابوي الراس مقطقط ومعتين، وشو حالة التفقير مزهبله بالسائل، حاجزين طاوله هي وخته وري الخته، بيصيرون مطعم هناك بين الفنفير. وسبحان الله دافعين الفلوس والبيزات بعد غير مرتجعه هي. فلذلك هالنمون اصبحت الصبحين مأدب عمرها، قالت بحوطه على هال حديقة 15 مرة. كان خاطبنها ولد عمره يا أخته، ولد عمه خاطبنها اسمها ألبرت. وسبحان الله ما الله كتب لهم نصيب، ما الله كتب لهم نصيب أن يتمون مع بعض. خطبها وكمل فترة يعني يومين ثلاثة في الخطبة وياهم البيت، وهذا اكتشف أن ريلها اليسار أقصر عن اليمين، فيها شوية كرفة، فيها شوية. بالرغم من السأل قال يعني هل هذا يأثر على العيال ولا لا، وقالوا للدخاتر لا يأثر ولا شيات. وشد انه ودرها فضل عنه، قال بيسووا لها ريت شوية على وعن الثانية، بيسووا لها جوتي. ما طاع، قال لا انا ولا من بقاها بعد ريال شوية هالنمونة مقبول، لكن بعد حرمة وما باها لا في السعاية ولا في الرعاية. ودرها من هاك اليوم، وقال وهي بتموت عليه، بتموت يا بالصوغ ويا بالهدايا ويا بالورود والحلل. وسايق ما ورا ودون، قال ابوي هالي جاي بنا كله لها، كله لها غير مرتجع، غير مرتجع. اللهم اني نفسي وطابت ولا لي رادة فيك. الاول بعد يقول هو رمسته، يقول له ليولها فيها ما لي، يقول اطراف صبوعها اليسار بتفدعات وظفور ما يظهر لها. بسم الله قلت له انا ابو هاي ارضيه ما يظهر لها تفوق ظهور، تبي ودرها يا ابوك. انا ابو لندن فيها وايد، فيها وايد العرب، لو تاخذ لك واحد من اي بلاد. انا ابو كلها معفصه وراسها كشه ومقطقط وريل اطول عن الثانيه وصبوعها ما يظهر لها ظهور، يبقى من هل الارض شو تباها. قال حسبتي يا ابو محمد ودرتها، ودرتها ولا فقيرة وطيبة ونفس صخية وأيودية. أبوي شو أسوي عاد، شو أسوي، القلب ما يهوى. قلت له حول لا قوة، والله يسخر لها إن شاء الله واحد بعد محي الشرات، كل ناس لها ناس وكل ثوب لا لباس. يلا بس عليكم، بس عليكم، بس عليكم، يلا برنا المسخلاف. ما أحب أنزل روحي كأني ساحر، وين بسير ابراهيم ابويا حين نخيره يري الفندقي. لا اله الا الحين ابراهيم ما حوله نش، والله يا ابوك لو تضربه بالرطب واليابس ما نش، لو تجلب عليه بالدي ماء والله ما نش. ولا البارحه، البارحه ضيعته على فكره، ها اخر الليل الساعه 12 ونص ظهرنا منك من فريج قوم هرز، ويينا جاي هو وصل قبلي بنص ساعه. أنا ويجي بثار المخلاي هذربان كل دقيقتين أوقف، كل دقيقتين.
صراحة تعبت مصر. أنا تابع خالد خالدي اللي في لندن يا الرابع الجيمس كم يجيب له بيعي ما أدري سافرني لندن ولا والله يا مطاعم يطيحبها خالد الخالدي والله إني قلبي يعورني طالع واكل خبز حاف والله العظيم قلبي عورني يا مطاعم يطيحبها اللي مروم يسافر يتابع خالد الخالدي نعم طمش والله يا جوال لندن لو يصفي تليفون 4G وفول كان اروح ريحه الشير رطوبه الشير راك هايد بارك بلندن ما شاء الله عليه على متابعينا اللي يعزمونه ما شاء الله فندق غداء لا عشاء مطعم لا انا ما حد عزمني اخوي فات صح انا مقلقل الو ها هاك الرقاد ليش باي ترضع شو عندك شو تسوي انت نش ابراهيم الساعة 12 الظهر القايلة؟ زاد يلا بلاش كم يبالك؟ والله نص اي نص انت يا سفح الحين يا ريال عيست وانا ميلس روح مركوز صدري يعورني في الليل يسهرني منو مسهرنك؟ انت روحك انت سهرتك انا البارحة؟ لا لا ما سهرتني يا اخي انقفض يا ابراهيم انقفض بارك الله فيك يلا ان شاء الله ان شاء الله يلا ترياك مرحبا يوعان كم انتو لين الحين ابراهيم ما يعني يا ستريا ما باليد حيله المراد بيكون الله يحفظكم يوم الثلاثاء العصر الساعه 4 في نادي الضباط تاريخ 8/1 عرس الاعتيبات لا تقولون ما حد قال لكم عرس الاعتيبات يوم الثلاثاء تاريخ 8/1 اسبوع الجاي يكون يوم الثلاثاء ما بالأربعة ولا الاثنين يوم الثلاثاء الساعة 4 العصر لين يدنا المغرب عقب أبوي بس اللي وسلم يصير يتوكل على الله ما شي يلسه من عقب المغرب هي نعم لين عقب المغرب شوية بعد زين قبل العشاء شوية بعد زين لكن هبلين نص الليل وبيوجه في العرس اللي بيجي بيهني وبيبارك بيشوف العرب والعرب تشوفه واللي منزر في بيته ترى يعلى الله يحفظه معرس بارك الله فيكم أحمد بن محمد بن عبد الله العتيبة والعروس بنت سعادة عتيبة بن خلف العتيبة يعني عرس أبوي عتيبات بعتيبات من الخوال والعمام يعني سمنا في مكبتنا على ما قالوا في الكويت والعرس متكافئ 100% المعرس حاصل على شهادة البزنس من لندن والبنت أبوها محامي ومستشار وهي شابهت أبوها وخذت أبوي سلك أبوها في المحاماة أستاذ محامي هذا يسمون العرس المتكافئ يعلى الله يهنيهم ويسعدهم ويألف ما بينهم ويرزقهم الذرية الصالحة يا رب العالمين ولا تنسون مثل ما قلنا لكم العرس تاريخ 8 بيكون يوم الثلاثاء الدوامات بتبتدي يوم الأحد آخر مرة للتذكير العرس يوم الثلاثاء هب يوم الأربعاء ولا يوم الاثنين وهب الضحى ولا في الليل العصر من يدن العصر يت العرب ليه بييلس وبيتقهوى وبيتدخن وبيبطي يالس والله مرحبا واللي بيصير على الله يحفظ ليه مرتبط وبيصير عرس ثاني لكن العرس اتوقع يوم الثلاثاء ما حد ما شيء عراس وايد الناس جاي عن ترى اجازات والعرب كلها عرست لكن الناس هاي يبون العرب ترد ابوي من الاجازات حق الناس تيهم ويونهم فلذلك ابوي ليه بيي مرحبا به سهله وليه بياي ويتم في بيته على الله ييسر اموره ويسعده في بيته لكن ليه بيواصل العرب الناس تواصله
الناس بتواصل بتواصل اللي بيواصل العرب الناس بتواصل، واللي ما بيواصل للعرب يعلى الله يحفظه ويسر اموره برايم من زلب في بيته اللي ما عنده عذر يعني، لكن اللي عنده عذر لا حول ولا قوه. يلا بس عاد عليكم شوفوا ابتدت اللي ها يعني لازم اشاورك بصورك زين ترى تو جاي تو جاي الحين توك ولا لا؟ اكيد توني جاي ليش؟ وانا من الصبح مرمسنك وانت توك اللي متصبح لي وحالتك حاله من ساعه شو يعني؟ يعني ليش انت مش متجهز؟ انا كيف اقدر اتجهز وانت في حجرك؟ نحن الغلط ان نحن سكننا انت فوق انت تحت وانا فوق، ازيد المفروض تكون انت حجرك هذه اللي بيني وبينك انك تدور حق ما خليك تكبر. يلا اسميني بصور الخير. زين يلا قوم صلي يا حبيبي ان شاء الله ان شاء الله. شو شو تقول؟ اقول الحين بدش الحمام. هي شوف اليوم شو لابس اليوم ازرق هذا والبنطلون اسود والجوتي وحدي ما ادري اسود يلا اشتغل. في ذمك ما فنان؟ ايش علي عاد هنا معلق لو ما علق؟ والله الا فنان ورقم لون هذا هالملكي عاد. اوه يا سلام سلم. اوف خوز وعنه. وليش تعلق علي انا يا رمز؟ دوبك ترى انت تخش في الحمام وتشوف عمرك في المنظرة وتفصل عمرك عاد شو لابس شو لابس. هيلا بيس. هيلا بيس. هاي الدنيا هيلا بيس. Yeah.
alaikum, Sir Khaled. Happy New Year. You have a wedding invitation. When you come, you rest 2 days only. And then you have a wedding invitation from Sir Oteba's family. لو عسى انه يكون فاتحين اليوم كل هالمطاعم بند وعسى انه يكون فاتح هذا المطعم انا متهلع عليه هذا مال اي نسيت اراويكم شوف اليوم اصفر على على الملكي شو غادي واللي لابسنه كبره امبراطوري شو خليت شو خليت شو خليت والله وحد من العرب ولا كني ارمس خير ان شاء الله خير بلاك يعني ما بيا يزل لك اللون ما بيا يزل لك الامبراطوري شو يا يزل لك انت شو مشكله راكب عليك يا ابو محمد شو هذا هذا كلاريجز ابراهيم هذا من فندق كلاريجز كلاريجز هذا من اخير واحسن فنادق كنت في لندن الناس عسب توصل الفندق هذا وتحجز فيه لازم قبلها بثلاث اربع شهور يعني يا ليه يسعد حظه اللي بيحصل في هالفندق من أجمل فنادق لندن وأقدمها وجميل لكنه مستحيل واحد يحصل في حجز صعب أنك تحصل في حجز أنا اللي حجزوا لي ها في فندق بولمان ما يسمون الفندق اللي مشاهد سيلفريج ها بصعوبة لكن هذاك مال ملكي مال يعني مال ناس متقاعدين منطحنين مال ناس يدورون الهدوء ناس يعني ظاهرين ظاهرين من من تعب واجتماعات وزارية ولجنات اي يرتاح هو يا فريدة عين من الأخير يا غير أنا أبوي ما فيه أي لسه مكان عزول لا صخ صخت وحدة أنا يعبني حنا مور مكان عين الماء الحين وين وصلنا حنا خفن جاردن جايين عانين عنوة للريوق وين مطعم هاك اللي تحيدونه عسى تقول يكون طلق احتمالية إنه يكون طلق مش واردة ابدا ماري اصورهم ايه سياره سياره وراك خوز زين ابو خليل عرفت نحن وين لا كوفن جاردن ابشروا بهن طلق هالشي ابوكم الحمد لله ان الطلق يا ربي كان جايين هالدرب كله بلا القطه مسكر هذا ابوي طلق هذا اكل ها هب كم متلايم سوري سي ات اجين ناو اوكي سو اول ذا بيبل ذات كيم هير فور ذا دوزا وي اونلي هاف ات فور لانش نوت فور دينر سو ذي وير اسكينج فور ذا دوزا بات انفورشنتلي وي دونت هاف ات فور دينر سو ذات واز ذا بروبلم ذي كيپ اسكينج فور دوزا ناو اي اندرستاند واي بات وي دو هاف ات ناو اوكي ناو يو هاف تو اندرستاند وات اي مين ذا دوزا وي ار يوز ات ان ذا ميدل ايست از بريكفاست اوكي نوبدي كود نوبدي از لايك ات افترنون اوكي ذاتس واي Then we eat after 3 o'clock. We eat from 12 o'clock until 3 o'clock. That, this is the best seller and the best time. It has to be in the daytime, the morning. Yeah, that's true, yeah. But you found a lot of people coming to us. Yeah, they came in tonight. Somehow we won those, but unfortunately I had to say no. I was really sorry for that. Because one of them said, but I came really for just for that. Subhanallah. I didn't do anything. I'm really sorry. Okay, so Ibrahim, you understood what you said? ما عرفت لها شو قالت؟ ما سمعت والله زين. هاي الرمسة كلها. ما سمعت لأن دعت زين ماشي مش. شو تسأل؟ تقول أنتوا عندكم شيء حساسية من أكل معين؟ تدري شو رديت عليها؟ قلت لها يمكن الأكل عند حساسية منا نحن. كان أبوي نحن نلطم كل شيء ما نخلي شيء ما نأكله. اللهم لك الحمد. هي طعمة ما نزور لين عينه المطعم. قال لكم أن بعض الأحيان تطري علي سوالف يطري علي موضوع يطري علي لحن أغنية اليوم طارئ علي أغنية جابر يعني هالجنة محمد يا مال الجنة الباردة يا مال الفردوس لعلى يا أبو حمد يا لك الجنة ونعيمها نعم من نشيت الصبح وهي على بالي ضاعف كريش النظر فيهم خبرني كيف يعني من أجمل الأغاني كل قصيدة تنغناها أبو حمد عليه الجنة كانت روعة وكانت أجمل الكلام أجمل الكلام اللي تغناه به أي مطرب في الكون
انتقاء الأغاني من أجمل ما يكون، من اللحن الأصيل للأداء المميز. يا الله يغفر لك وحمد يا رب العالمين. اليوم اليوم الله اليوم اليوم وات اليوم اليوم الهي هذا إبراهيم إبراهيم الله يسلمكم في حرم رابي وياهم من يومهم ياهال عرست ما أدري شو كبره وهذا وساره دبي وحين ياست في الكويت يلا تنبت الكويت ترها وما شافت إلا في سنابي وحين دقت حطيت سويت طرشت رقمها وعطيته إبراهيم ورمس من متى ما رمسيت إبراهيم متى يعني طيب تسعينات تسعينات يا ما كذبك عشان ما يظهر عمرك لا لا والله صدق شوي شوي عندنا ناس زين من ثمانينات ما شافه وحين ردت العلاقه يعني حرمه عود يعني تخصكم تقرب لكم لهم بعيد لا 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 يعني رابين مع بعض سبحان الله يعني دبينا وزي توك يا صصيح تذكرك وايد وايد لأن عزيزة وغالية هاي علينا زي وليش الصياح ما صح كذاب والله شفت عيونك مغرغرات حريتك الصيح ما تصيح لا لا حساس أتحرك حساس لا لا غدينا ابوي هاك الغداء اللي عليه هاك الغداء هو غداء هو غداء وهو ريوق عباره يعني ايه هو ريوق هذا لان عبارة هاي اول وجبه لنا نعم ووجبه كانت فنان طلبنا الدوسه اللي كان في خاطري وسمبوسه و شاي مساله مالهم بعد ولذيذ كله كله لذيذ 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 بدون مقارنه يعني اللي ست لمرتين وما عندي خلاف اني اسيل مره ثانيه بعد مستحيل اني ما اسيد يعني لا كان شيء من الله سبحانه وتعالى شيء اخر مطعم وايد زين واكل فنان ابراهيم يازلك اكيد يازلك اي والله انا وايد عيبني يعني من المطاعم اللي ما ينسى المطاعم اللي ما تنسى ابدا يعني ومن تاكل تتمشى كافين جاردن الدنيا كلها سيل للي يبى مشاري شيء طبيعي انا ما داني المشاري في مخاسير انا ما داني و الا اذا شيء ضروري اخذه اخذ سباري هو مزر الكباته كبتات مزر بتطمن شو اللي كان ان شاء الله حادني امزر الكباته والكباته ما تزداد ما شيء كالف اي بني اتمشى اطمش شوف الواد خري مري والناس ساير وياي يعني مكان جميل وفنان ما يتودر وهاي حد شو تعال لو صور كل زين وكل غاوي وكل فنان مكان نظيف بلاد نظيف ناس طيبين بس والدنيا مطرجة ومن زان للناس الناس زانت له اللي بيزين للعرب الناس بيزين له بتير مستوغد ما حبي يرد السلام حتى عليه أين السوق هذا نحن تحيدوا هاك اليوم بعد مرتين ثلاث لكن اللي بي لندن لا بدله من زيارة هالموقع يعني موقع جميل وفنان سوق أكشاك أكشاك وهاي المهرجين حق الفروخ طع البنيات صغارية طمشون شيء جميل يعني هذا اللي يميز لندن الأشياء هاي اللي تضحك اللي حال حق صغار شوفها الحين اللي حاضرين أكثريتهم كلهم يحالون وين نفد؟ يا الله وين نفد؟ هذا هو وين هاك راسي بين هذا وها هذا أبوي كل كذا والله اللي هو عاده عرب الأول يوم يشوف آدمي متدثر متلحف وحاط يميع البرانيس والكنابل على ينبه قالوا عنبه فلان أنت عليك برد لبطين هاي الحين تانس برد لبطين هذا برد لبطين اللي يرمسون عنه هذا هو اليوم هاي متلحف ومتدثر ومتحط عليه على سابعته جامعته يميع البرانيس قالوا نبوك انت تانسين الحين برد لبطين حب برد لبطين هذا وانت حاطة هالبرانيس هالكذا علي ينبت هذا اللي يطلع برد لبطين ايوه ها هذا اللي تشوفه
لا لا ما بقول كل يوم. ابراهيم شي داخل بعد ها. يلا عليك تسميته يعني تجيب جاسنات ما شاء الله عليك هي انا ابو وزيره. يلا تعالوا يلا تعالوا يلا. شو اسمك؟ محمد. شو محمد. انت محمد وانت من وين؟ اي اماره؟ دبي. اي صف؟ سادس. وليش كنت تفكر يعني بتفكر انها بتجبر؟ وانت ثاني. وين الضرس؟ وين ضرسك؟ واحد. متى؟ قبل. حليله. لا لا ما بقول يقول كل جواكي جواتي كن فنانة. لا لا فنانات الجواتي كل جواتي الحين أظني كل بنيات يوميا يتغانن هل بالجواتي اللي يبيعون جواتي كل جواتي كل هيدات. انت جديد صح؟ وانت جديد انت محوحوش انت جوتيج ولا انت جديد؟ يلا الله يحفظك ان شاء الله ونمشي بين هالخنيخيشات هاي 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 اللي عيبني تدعيسات في نص هالخناخيش وفي نص هالسكيك واشوف العرب والعرب شوف هذا شيء اللي يثلج الصدر بسير. محمد تعرف في شيء ابوي كلهم ما يعرفون الا يتعايز يمشي إيه؟ في هالخناخيشات على قولتك إيه؟ يحصل محلات ما توجد في اي مكان. اي والله عجيبه وغريبه واشياء إيه حلوه فيها ما شفناها. نعم صحيح كلامك. اي نعم أقولكم عيلس بلاد فيها أوادم فيها ناس وساير جاي. أنا ما بكولومبوس أسير أكتشف مناطق ما حد شدياها في الدنيا العودة شبه العين ما شافت بلاهم ولا بلادهم أسير أشوف بلاد الناس الحية الناس اللي تسير وتي فيها حركة فيها حياة. بيلس معزول شو اللي كان فيني. هلا محمد هاب نيو يير. اقول هاب نيو يير ومبروك عليك السنه وكل عام وانت طيب والله يوفقك ان شاء الله وكل سنه كل حول ان شاء الله وسلم على ابو خالد. هاب نيو كامرا هي والله شيء خير عندي. بلاك تترامى ها بلاك تترامى شو يعني تترامى ها 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 ترى اللي ما تشوف لوادم ما شاء الله يدزوني الكاميرا ما تعني. من أصبحت اليوم جايتني قصيدة شاعري على الله يحفظه عادنها في ريال ولين يت الرخصة حطي وتوهم يو طرشولي عاد المسج أني يت الرخصة. برأيك كان بتحط القصيدة وفرحت عاد وحين عاد بنزلها لكم بالرغم أنه مفروض ما نزلها الحين مفروض أنزلها الصبح لكن الشيء جميل ولا في صبر لين باكر لازم اليوم الصبح أنزلها كم الله كتب لينية الرخصة الحين توهي أي رخصة وحين عاد بنزلكم القصيدة الحين إن شاء الله. دقت على باب الشعر بعض الأبيات جاوبتها قالت لي بيض المواقف قربتها قالت عسى الوقت ما فات قلت بشري دام المدايح عواطف من خاطري صغت المعاني روايات عنوانها يمعه
مثل ما انت شايف هذا الفلاسي يسكن القلب والذات في داخلي قدره عظيم الوصايف قرمن تعلم التجارب خلاصات يا كم حدته الليالي وجازف كم سن دولة في الشدايد مهمات المستشار العسكري دوم واقف يكفي ولي العهد له فيه غايات اللي مثل يمعه فاهم وعارف أصيل في طبعه وطيبه علامات عزيز في قلوب البشر والمعارف أفخر أنابه بين كل مقامات كأنه أخويا لي على الود حالف أرسل له أبياتي وهدي تحيات أعداد مزنن هل لغيثة رضايف أعداد مزنن هل لغيثة رضايف. قولوا لي ما بغاوي لانت والله لا غاوي وغاوي وغاوي لو بتصيرون فوق وتفجعوا تحت اخير عن لندن ابوي في هالاوقات الجميل الفنانة ماشي ما يخصني لا بلاد ابوي ولا بخوالي منها لكن شو اسوي زي ما يبال ابوي كلام ولندن ابوي ما دحي عمرها ما بنا اسوي لها ترويج شي خصني بلاد زين وفنانة وتيوزلي انا وغيري وانا برايني اصور وياك لو لا اي ليش لا والله بركب من ساعه الله يخليك شحالك الله يحفظك الله يخليك من حضرك الله يبارك البحرين والله والنعم الله ينعم شحالك يا الله بسنة. الله يخليك تدرس هني ولا تشتغل انا اشتغل هني عايش هني ما شاء الله 19 سنه صار لي انا تعرف ليش عرفتي ها طريقك في المخاطبه طريقه واحد مبلط في هالبلاد الله يخليك طول عمرك يعني الله يسلم الله يخليك داوم يعني هني اي نعم ما شاء الله يا يزور علي هني زين زين ورايح البيت الحين ان شاء الله الله يسلم سلم عليها الله يسلمك خلنا انا اصورك معك يلا زيش علي وين في البحرين انا منحرك بشيتين ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك بفترة الثانية كمل قطنا خنيخيش ها والله ما بخنيخيش هذا شارع طول طول عرض عرض غير ما تمشي في السيايير تشكيلات كل تشكيلة اجمل عن الثانية في الليتات يعني شيء جميل هل ذلك أنا عيبني أصور شيء الفنان الغاوي اللي ما شيء شراته في الدنيا شو العودة إبراهيم سمايل بليز ثانك يو بعد اليوم البرد جاي عاد هو عياله وهو وغامضتني فانيلتي هاي الملكية إني أدسها وريت عيبني أتفشر بها يعني كلونها جميل وهذا شو قايل وقام ظني انها تندس ليش اسوي دميت كلني السمك غفيت كلني الطير انعقيت هذا فتحت وبان اللون الغاوي هلجت من البرد وانسكرته صار اللون الملكي هاي المحنة هاي يسمونها المحنة غمضني اللون غمض وين انت ما اسمعك ابراهيم انت وين ما اسمع لك حس وراك يا ابو خل انا وادم ما شاء الله قبل لو انا اصور انا اتصور قبل ما تخلص انا بصور توصية من من الوالدة ومن خمسية يلا عليك عليهم السلام الله يسلمك جد السواح جد الناس كيف ها هبل الدعاية هاي نوع من انواع الدعاية المحلات ها نوع من انواع الدعاية المحلات شوف طريقتهم هبل تعالوا نحن عندنا وعدة لا لا ها. نوع من الوعد عايز آية جميلة وفنانة ومغرية ها شوف العالم كم كثر كودوا كاوشوا عليهم كم أكثرهم هذا اللي بياخذ جواتي سادة ويطلب عليها فنانين ها هبل فن مني والطريق لا فن رقم واحد يلونون يصبغون جواك يكتبون عليهن اللي تباه يرسمون عليهن الشيء اللي انت تحدده دبيان ونحل وخنفسان فن
فن فن لما بس العدالي هاي وهاتني بريحة الجقارة انك تدخل باروت كل حد يرسم قربار هلا يخضك عدالي كان اللي يسمعني خوز الان ما شافك عبد العزيز تعال ويانا احلى شيء احلى شيء التطقيمه يعني يلا امبراطور يا سلام حاك عزيز خير انت مبسوط في لندن ها صوره بدون يلا زيك مش كلنا مطقمين نفس اللون وتونا تعبت اصريت ان نسوي فيديو لاني قبل شوي بسلف على واحد وانا هو طبيعي لا بعد واحد ابي يسلف عليه قبل شوي بعد فيديو بعد لون اصفر وانا هو مطقمين يا لا شو مطقمين صحو تامي ها جوتيك مال سكيمو يا ابو شلتي لا انت ولا اخذت بعد هاي كلكم مال سكيمو يا ربي ها جوتي حمامين الله يسلم في حوضك ابراهيم في دمك جوتي ما بجوتي حماميل هذا عيد مالك لا حلو والله جوتي. وين منهن؟ والله يا ابوك مال حماميل الرجال الحين تو عليه محاكمه هالريال بغى يصور هذا هو ربيعه وسلم علي ربيعه يبي ديك يبي ديك هذه يد ربيعه صاحيه هذا سلم ولابس القلابس اكبر عيب واكبر غلط تسلم على الواد وانت لابس قلابس صح صح باب الادب والاحترام لازم تعقلك لابس زين يلا خشمك ما شيء حطيناه ايه عليه حق بغيه فصل انت من هالويت شارجه سمعوا يا اهل الشارجه عليه حق هذا ولكم شو وقفكم انتم الحين نحن بنسوي فيديو هذاك منو لندس هذا لندس وين لندس حد شرد هذاك ابوي عرفتوه من عصاجيله محاور جدر علوم طيب من هالوين انت ابوي؟ اهل دبي ما شاء الله ما شاء الله يا ابوك ايش تبي تمشي ويا هالعمالقه بارك الله فيك الله يحفظكم اقول لك الحين انت رجال طيب وفيك خير وهذا الرجال ياسين صور احنا طيب خلينا نصور شو ظنك يعني ليه شو وياه يعني ما يبي المستحى 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 والله هذا زين 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 انت بالرشيد مرحبتين طيب شحالك الله يحفظك يسلمك لا اسمك بالكامل عبيد معلي برشيد والله يا اخي هاك اليوم صورتك ومالي... لا ومليون ادمي قال لي هالريال ريال طيب وفي خير الله يخليك ومعروف كيف انت ما تعرفه قلت ابوي انا هالريال بعيد عني انا ابوي راعي بحر في نص قبه وهذا الريال ابوي راعي بر الله يحييك ولا انا غلطان نعم يلا عازمينك على كوفي ولا شيء كوفي ايش تبغى لا عشاء عشاء طيب فالك ما يخيب هناك البلاد زيت علي هبرك افع عليك مره تم الله يطول عمرك زين الحين هالريال ما بتخبل ايش ما يبي يصور هذا طال عمرك ما ادري تساله ليش ما تبي تصور ما يحب التصوير صور ولا عليك منه انت بلندن ما مسموح التصوير بعد شو اسمك حصه 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 بتمنوي حصه سالم بالعبيدة والله والنعم أنا شو اسمي خالد الله يحفظ ما خلنا إلا ريحة حصن ما شاء الله عليك منو برا وحنك هالريح الغاوي ما لا ما تبي تقولني صح زين أي صف أنت سادس قولي والله والله زين وين ساكنة في دبي في المرشة زين أنا تدري وين ساكن لا أنا في أبو ظبي ما زين لا لبست حصة يوم يقول لك لابد من زيارة كربلاء هذا الكوفي اللي هناك لازم نسير لازم على كل حال يلا إبراهيم مكان في منتهى الروعة وهادي والعالم مكتر كل انصاخ ما حد يرمس كل انصاخ حتى عيالهم تذهبوا عيالهم الليلة أول ما فيهم بدأ بحد من العرب عيالهم باب مو زعيج واحد ذهبوا عيالهم يلا تعال شو اسمك أنت؟ علي علي هات عودك وغني لي
إلي يا أخوي لا تعزف زي الله هذا الوالدة وكل هاي تابعوا على نفسي قول والله والله أنت من هالوين؟ أنا من هالجزء وهذا تعرف منه؟ لا والله ما أعرف هذا إبراهيم إبراهيم توفيج كيف ما تعرف إبراهيم توفيج؟ أنت ما من كلبة والله من خور كلبة من خور كلبة؟ لا حول سألتك شو كان سؤالي؟ وين ساكن؟ وين ساكن؟ وين ساكن؟ في وين؟ في لندن زين أنا أسألك وين ساكن؟ تقول لي ساكنين في خور كلبة قبل قلت لك زين وحينة؟ قلت لي في وين؟ الساف في وين؟ كلبة الحين أطريق في لندن بعدين يعني؟ هناك وين؟ بعد؟ هاي الهلك اللي هناك؟ تعال تعال هناك خلوا وياه هذاك احمد احمد تعال احمد وخلى لك عيونك انت قرب الله احمد ما ضاعي ما بصور خلاص خلاص صوره 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 بعطيك اياها ليش ما تبغى تطلع شو السبب زي ما خبرتني انت من هالوين من هالعين يا خالدي وين في العين الفوعه الفوعه دارنا الفوعه ما شاء الله ما شاء الله من استويت هناك اي نعم طايح انت هناك مستوي نعم الشعبيه الاول بيضة يلا ايوه يا الله يحفظك سلام سلام كنتوا ما زلتوا الشعبيه البيضة ولا الفوع مره الاوليه اي هذا الزين زين مشكور يا اخي لا تقول انت منو بس اول حرف من اسمك شو اتش بالانجليزي صح مبسوط إيه؟ انا يا ترياك مصدت ما قلت لي يا ترياني يا صوره هالعمالقه كل واحد مسكم مكبره وين بتبين انت هالكبير وين تغديت اليوم ما تغديت تغديت في البيت ايش ويا شو روب ايش وعيش ابيض وروب ولحم لحم مشوي لو شو ها مشوي ايه من المطعم لو اخذوه في البيت لا من البيت زين شايف الخاطر سلامك خشمك فيديو اللي نزلته الحين فيديو حمدان ولد سعيد يابر الفيديو هذا جيت من كم من يوم ويهت في شارع اللي وين حرز المرأة تخبرت عاد عقدة شو تغديت اليوم قال لي بوي تغديت عيش أبيض وروب ولحم مشوي ما كذب خبر هذا البارحة واليوم انطرش ليها ما قال بعزمك على كوفي ولا مقهاه ولا مطعم طرش ابوي ذبيح بزمها وعراها لين الغرفة هني وهو ياهل عمره 7 سنين لو 6 سنين وحينه من تشوف يا البنادم بغل طوله طوله وعرضه عرض حتى هناك في البلاد هاي الامر جديد والله تعال اقرب على الكوفي كوفي ميالسكم تطرد فيها الخيالة 13 قل المذهب عند العرب هذا ياهل وهالنمونة باشرها ما شاء الله عليه على الله يحفظه من يكبر بيغدي واحد خطر عليه يفتح قصر الضيافة بيفتح بيت أبوه يسوي قصر ضيافة للعرب على الله يحفظه ويبلغ إن شاء الله والدي فيه معرس أول بادي خريج ومن تالي معرس طلبت عشاننا وطرشنا لك إيش وروب ولحم مشكور يا سمي المعازيب مشكور يا حمدان مشكور مشكور يا سمي فزاع يا البركة أنت يا على الله يبلغنا فيك معرس أقول لكم إبراهيم أنت توك ما قلت ما تبت عشاء إيه نعم ليش أسب إنه خروف إيه نعم وحين منو هاللي يلعب هالعايب أبوك من اليوم والله نسيت إنه خروف بس ذبيحة حلوة ما شاء الله طيبة ما تنكر إيه خروف خروف صغيروني سويدان أنت ما تبغى تصوير ما حد يصورك ولا بتعدل شيء صوروني لا بعد أحسن عن شيء سويدان حرقوص شكرا على هالزيارة الجميلة الله يطول أفرحتنا زيارك الغالي وياي بعد حرارة ما أدري شو فيها شو يا بلاليط يا الكلب والله وربك اللي تعبدها يا سائف بعد قرص عليه أنت زعفران ما شاء الله خنينة شو ريحك إيه بارك الله فيك مشكور يا سيدي مشكور حبيبي لازم بناكل بلانا ابراهيم حرام عليك اي مله اي مله تمت مله ترى بلاليط ترى بلاليط جايب جايب الفقير اللي قدامك ما ياكل ترى بلاليط جايب سويدان هبلاليط يا ابوك من زين ها هذا ابوي بلاليط شيوخي هذا يا ربي تبارك الرحمن تبارك الرحمن
ما قصر. لكن هني منو لاعب هذا طاف ناقع يعني جاي سونامي منو ماخر هالدنيا هاي كلها هني؟ والله شوف محمد انا ما اكل هني شويه وهذا يدي هذا انت والله كذبت انا هذا ليه هني الطرف هذا ما حد ماخر هالدنيا الا انت ها الله وهذا شو اللي ورم قدامك هذا هالمتن انت الله تحرى ادمي الله الله بيعاقبك انت تحرى ادمي رابط بال مني انا الفقير حليلي ما اكل وايد لا يا ركل وانت تصرق وانت 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 هذا ابراهيم الحين فتح نقاش توي انا يا انا مسج من السعوديه حرمه تقول نحن ابوي انا متربعه على ابراهيم لا تخلي لا تصوره هو ياكل نحن نخاف عليه ينظل والعقب يودر العيشه وما بياكل الحين انت شو وليش انت درت وياها صدق والله العين حق زين والعين تصيب وين ما تكون وكل عين بتصيب الدنيا كلها الا انت سبحان الله ليش انت بتيك العين مش اللي تصيبني انا ها. في وجه الكلام كشكل عام يعني انزين وهذا الواقع وهذا اللي صاير يا ابو محمد بسم الله عليك الرحمن الرحيم وانت ما شاء الله عليك تاكل وايد ولو اكل وايد هي ما قالت عني انا قالت عنك انت الحال واحد انا وانت واحد حبيبي يا مرحبا سويدان والله مليون مرحبا مليون مرحبا بولد حرقوص مليون مرحبا نورنا والله نورنا هي في دمك في دمك شو رايك والله العظيم خفة الطين اللي في الدنيا كلها فيه والله انا خير على الله سويدان كم لك في لندن الحين وين من سنين كم يعني 15 سنة اكثر من 20 سنة اكثر نعم 20 نعم ها ما شاء الله اللي تشوفونه يوميا يلف دور ما دار الهايد بارك يجري يوميا هل يشوفونه ما قبل ما تغطش من تظهر الشمس وراد السكن يجري ما شاء الله مرتين دور ما دار الهايد بارك ما شاء الله عليك الله يسلمك والله مليون مرحبا مليون مرحبا قروا علي إبراهيم ها إبراهيم وايدين يسألون ليش إبراهيم دوما يحلق قرع شو السبب شو السبب إنك تحلق قرع ومن متى السبب لأنك كنت أدرس في أمريكا هي. كملت سنتين فأحلق هناك دائما أقرأ ليش؟ ليش؟ لأن هناك عندهم شو اسمه يتحلق زينه ويسووا لك مدير في الشعر قصات زين إيه فربعي بعدين كلهم تموا يقصون شعورهم قرأ فقرأت وياهم فتعودت فيوم رديت هني في البلاد خلاص تعودت على القرع فياكلني شعري مثل بس سبحان هذه هي كل الحكايه انزين ترد يبون يعرفون حكايه يوم تضرب هاي الاكل اثنين لا هاي خلاص ابوي راحت عاد وين اتذكر انا الحين ضارب اثنين لا خلاص هاي قلتها وخلاص ما عيدها ما بتعيدها؟ ما لا حول ولا قوه ما اتذكر ما بتقول؟ لا ما طعب اللي راحت عليه راحت عاد بس ابوي الاستماع القصه هاي وين احنا عدنا في وين؟ أنا السالفة هاي في رحلة ديزلدورف أه. اللي بالحلقة هاي بتصلي بإبراهيم هي. يوم يضرب اثنين أمريكان رطخ طوال عمالقة رطخهم رطخ صابر في الكويت نعم. غسلهم غسال ياوه 20 نفر يفتشون منهم يا شافع يا شافع ويا دافع ويا شافع ويا دافع كسرهم خلاهم أبوي أبدا حصد الحصيد والحمد لله ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه الحلقة موجودة على اليوتيوب الله يحفظكم في سيرتنا ديزلدورف هي نعم رحلة ديزلدورف سويدان ألف تليفون وألف رسالة حنيت كلن سلم على ولد العم سويدان سلم على ولد العم شو قصتك انت شو سالفك الحين انت هالمتابعين المتابعين يعني انت تسكن في المشرف نعم كم سنة لك في المشرف وين من السويد قبل للسوي بعد صدق والله والله قديم وين عم بيت قبل راشب وحبل عدالنا مرة والله نعم يرانا وأهل بعد ما شاء الله ما شاء الله يا الله يسلم وين أي أي دي شو وين بعدين أنا اسمي أبو خليل مو بهي شو تنادي ما باكل المدسن ما باكل دوياته كم اليوم الله يحفظكم نحن يانا بنتعشى وبرد نظهر هلا حبيبي يابك من يابا والعشاء وصارتنا ومزرنا بطونة والله حتى عق ثيابي الا الطرف هذا على اساس انها
بتعشى بنصلي العشاء بنتعشى وبنسير. من تعشينا ابوي فتشينا طاعتنا قرقر 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 قرقر. انا مشاهد ابوي هلوي ومشاهد هلوي ووي هنا ثلاث تنفار جرنين وداس وش هدي حالوي. سويدان نعم وين سأل منك يا ابوي الله يحفظك الله يسلمك صباح على خير وانت مشكور 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 على على هالبلاليط اللي ما شي شراته الله يسلمك وايد فنان وسامحنا على القصور ما منك قصور يا رك الله يا يا ولد حرب ابراهيم قرا على عمر الليله عن شو على العين اي عين هب كبره هو هو بكبره العين نعم ما شاء الله عليه وين ساير ابراهيم خلاص ابويا ركعت بتخليني روحي ودي بس خلاص ركعت ولا تبى الدفعة الثانية تي اسوي لهم تلفون هذا بس عليه لا لا اليوم ما ظهرنا ولا احتركنا مشكورين يا سويدان على هالزيارة الجميلة زيارة ان شاء الله بكره بنتمشى مع بعض شو رايك سويدان اي هوب اي هوب اي هوب ان ماي هارت ان شاء الله مستر سويدان ان شاء الله مراد الله من عيني تسمع عيونك كمان سويدان حد سمى في طائفتكم حرقوس على ابوك اي نعم والله والله وايدين نعم ما تحرى حد انا سمى لا سمى الاولاد لو البنات لا الاولاد الحمد لله شيء جميل لانها من الاسامي القديمه ما حد يطيع يسمي لا 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 الحمد لله ابراهيم حد سمى توفيق ها حد سمى توفيق يا الله كلها لا لا ما حد سمى والله ايه لا الاولاد ولا البنات اخوي جاسم كله بنات ما سبحان الله رزقه ولد الله يرزقه ان شاء الله وش احمد ثلاثه اولاد ان شاء الله بي الولد ان شاء الله بي وانت عندك عيال؟ لا انا ما معرس بعدني انت انا ان شاء الله يوم بعرس بحي الله هي اذا الله احيانا وعطاني عمر هي ان شاء الله بسمي توفيق توفيق ابراهيم توفيق وخش طالع لك هالجماعات اللي عرسوا الجماعي ها وخش عمرك العين اخش عمري وين؟ وياهم الجماعي العرس الجماعي عرس جماعي؟ هي ان شاء الله طالع لك حرمه الله يسلمك وايده والله يتوى يني جميع الرسائل كلهن يقول ان احنا ما عندنا خلاف بناخذ لا ابراهيم لا بوصي يطالعوا له حرمه والله يا ابراهيم انت عزم معزم انا ها كل حد كل مبيعين ويعاون معزم والله يا ابراهيم ما امزح وياك ان شاء الله عزم انت الحريم موجودات ما شيء كثرهن يبالهم فلوس ابو محمد الف مره ما يهمك انت يوم غايه مره خبرنا الله يحفظك يا سويدان تصبح على خير يلا حبيبي الله يحفظكم في ذات الله اللي في التصوير من الصبح يقولوا لي وراك زهيوي وراك زهيوي هذا زهيوي عقمه مالت شبرية حتى انا اروح صدقت والله شفته في هذا يسمونه في التليفون اي والله يلا تصبحون على خير واحلام سعيده ونشوفكم ان شاء الله بكره اذا الله جعلنا الحيين كم الساعه اذا صبح 40 ما يندرف تيمبو ذهبي هذا تيمبو ذهبي يعني والله اعلم زين يلا تصبحون على خير.